تعرضت لغدر، وهذا ما زادني إلا قوة. أنا صرت عم حاكم، ولكن شو بدير ظهري بيعطيني وقتها 5 سنين. محمد علي الحسين. الحركة الإسلامية تجذب الفتية والأطفال بطرق متعددة. إيران منا دولة خيرية، وأي شخص بده يلتحق بهذا المشروع رح أول شيء رح يطعموه، رح يعلفوه بهالعبارة مثل الغنم ليثمن ويذبحوه بمشاريعهم، وأشهد على ذلك. اللقاء من الصفر غدا 5 بتوقيت السعودية على NBC1. رمضان يجمعنا.